هنا حطت أسراب الموسيقى رحالها بعد أن سافرت من أقصى حضرموت في اليمن إلى ماليزيا لتنطلق منها مرة أخرى إلى أسماء العالم. ومن هنا امتدت النوتات الموسيقية لتشكل جسراً يربط بين الشعوب. معزوفات يمنية بلونها الحضرمي مصبوغة بأوركسترا عالمية شهدتها قاعة قصر الثقافة استانا بودايا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في احتفالية حملت عنوان أمل من عمق الألم. ضمت الاحتفالية 6 مقطوعات موسيقية تشارك في أدائها مجموعة من الموسيقيين اليمنيين بالاشتراك مع عازفين من ماليزيا واليابان وعدد من الجنسيات الآسيوية. المؤلف الموسيقي اليمني محمد القحوم قام بإعادة تأليف المقطوعات الموسيقية ليعزفها خلفه 90 عازفاً راسمين بذلك لوحة موسيقية تحمل في أنغامها الأمل لبلاد أرهقها الألم. تجاوز القائمون على الحفل بهذا العمل الفني التحديات والصعوبات التي تمر بها اليمن، آخذين على عاتقهم نقل رسالة عبر الموسيقى للعالم، مفادها أن الآلات الحربية ليست وحدها صاحبة الصوت الأعلى، فللآلات الموسيقية أيضاً صوت لا بد أن يسمع، وأن بجانب اللوحة التي رسمتها الحرب من مشاهد الأنقاض ودخان الدمار لوحة ملونة يرسمها الفن. التف حول هذه المأدبة الموسيقية جمهور من الوزراء والسفراء ورجال السياسة والاقتصاد والفن والإعلام من مختلف البلدان العربية والآسيوية، بالإضافة إلى حشد من أبناء الجالية في ماليزيا ليأخذوا استراحة من الاستماع لأخبار الحرب اليومية ويملأوا أسماعهم بمعزوفات موسيقية تحمل في ألحانها وجه اليمن المسالم الذي يجب أن يراه العالم.